عليكم. يعني في البدايه انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، بس حظي ان انا جيت بعد الدكتور حازم فمش عارف اقول ايه. انا بشكره طبعا، انا استفدت جدا من العرض القيم. بشكر طبعا فريق تيدكس درايه، بشكر دكتور احمد، بشكر كل القائمين على التنظيم. يمكن انا حظي ان انا جيت في الاخر فانتوا اكيد رفضتم. ان شاء الله مش هتكلم كتير انا، حتى يعني يمكن تقديرا ليكم ما مخلي الحوار النهارده هيبقى حوار من القلب للقلب زي ما بيقولوا كده، بيني وبينكم حوار مفتوح شويه. ما جهزتش باور بوينت وانا متعمد لكده، ان احنا بقدر الامكان الموضوع اللي انا هتكلم فيه حتى بيكمل الجزء بتاع دكتور حازم ده من حظي. فكره النجاح او النجاح الفعلي، النجاح الحقيقي، احنا عندنا نوعين من النجاحات. نجاح فريقي مرتبط بالتخصص ومرتبط بالدراسه العلميه والسكيلز بتاعتي الحقيقيه اللي انا موجوده بالفعل فيا وبقدر اعملها ديفلوبمنت واطورها وانميها. وفي نجاحات كتيره بنسميها احنا النجاحات المزيفه، اللي هي احيانا ما بتبقاش لها علاقه بالتخصص، لكن قد يكون الناظر ليها على ان هي نجاحات بيقيمها من ناحيه مختلفه شويه، اللي هي تقييم شهره، تقييم مادي، تقييم، وهذا هو نجاح. لكن في الحقيقه النجاح الحقيقي للشخص اللي هو يقدر يستغل طاقته الذهنيه، يقدر يستغل طاقته المعرفيه، يقدر يستغل تخصصه وممارساته المهنيه، ويقدر ينشرها ويقدر يفيد بيها المجتمع، وهذا هو العلم النافع. في الحقيقه موضوع النجاح مش مرتبط فقط بالقدره العقليه، ولذلك انا هتكلم عن حاجتين: الفكر والعاطفه. والنهارده هقرب منكم انتوا شويه، مش هخش في مواضيع اكاديميه وحاجات من هذا القبيل، لكن الجيل بتاعكم او الجيل بتاعنا وكل الاجيال، الصراع القائم بين العقل والعاطفه، واحنا امتى بنرتقي وامتى بنقدر ان احنا ناخد قرارات صائبه، وامتى بيكون التاثير الاكبر للدماغ، وامتى بيكون التاثير الاكبر للقلب والعواطف والمشاعر. المعروف عندكم في مجال الطب عموما، انا بس بصلح تعريف عشان ما احبش اخد حاجه مش بتاعتي، انا استاذ علم النفس والعلاج النفسي ومش طبيب نفسي عشان بس المفاهيم. طبعا زي طلابي عارفين الكلام ده، انا حتى ما عرفتش نفسي لان كلكم جامعه درايه فاكيد عارفين. رئيس قسم العلوم الانسانيه هنا في الجامعه ومدير مركز الارشاد النفسي في جامعه درايه. اصلا قسم علم النفس كليه الاداب جامعه المنيا. الفكره اللي هي واحنا بنرتقي مع الوقت بتيجي عندنا ندبات نفسيه كتيره جدا جدا، بنتعرض كل يوم لاذى في المشاعر واذى في العلاقات. وبالتالي انا عايز نبص للامور دي على زي ما احنا بنبص في مجال الطب. الناس اللي عندها مشاكل او ظروف مرضيه طارئه يحتاجوا لحاجه اسمها الاسعافات الاوليه. احنا ايضا في مجال علم النفس محتاجين ده جدا جدا جدا. فانا هدي فكره عن ازاي ان احنا نعمل اسعافات متعلقه بالجانب النفسي وسريعه لمشاكلنا، خاصه اللي تخصكم انتوا في مراحلكم العمريه بتاعتكم دلوقتي، اللي هي متعلقه بالمشاعر والعواطف، الترك، التخلي، العلاقات السامه، العلاقات المزعجه، الحب، الفشل، مش عارف ايه، كل الحاجات اللي احنا مش هنحط رسمه في الارض ونقول انها مش موجوده، ده بالعكس انا شايف ان لو الامور دي مشيت معانا من صغرنا واحنا ماشيين بشكل فيه ستابيليتي كده، في استقرار واتزان عاطفي ووجداني، في تفاعل ما بين الفكر
والوجدان والسلوك الدنيا هتتظبط، لان اللي بيعمل لنا خلل دايما او يفشلنا مرتبط بالنجاح هو ان انا ما بقدرش اعمل توازن بين افكاري وطريقه تفكيري والعقليه اللي انا موجود بيها من الاول والمشاعر اللي بتتاثر بطريقه تفكيري، وفي نفس الوقت الناتج بتاعها هو التصرفات. التصرفات هو بتاعتي هي مقياس النجاح. انا بقدر اقول على شخص ان هو ناجح او فاشل من خلال تصرفاته واداءاته الموجوده في دراسته، في شغله، في مهنته، بعد كده في انتشاره في المجتمع، في مواثيق الناس او ما يفيدهمش. دي كلها عمليه مرتبطه ببعضيها البعض. طيب احنا ليه بنقول كده؟ ليه بنقول ان في علاقه بين الفكر والعاطفه والسلوك؟ لان لو انا بفكر بشكل منطقي هتبنى مشاعر وجدانيه مستقره هاديه ما فيهاش مبالغه، ما فيهاش حزن، ما فيهاش اكتئاب، ما فيهاش شعور بتأنيب الضمير، ما فيهاش شعور بلوم الذات، ما فيهاش كل الحاجات اللي ممكن تؤثر سلبا على سلوكياتي بعد كده. لو انا بتبنى افكار سلبيه وغير منطقيه واقول انا مش هقدر، انا ما عنديش القدرات، انا منحوس، انا حظي وحش، ما هي البيئه قافله عليا، انا مش قادر اعمل حاجه، انا عندي هدف واحد مش قادر احط اهداف ثانيه، الظروف، الضغوط، الجامعه، الامكانيات الماديه، ما اعرفش كل المعوقات اللي ممكن اي حد في الدنيا يحط لسته كبيره جدا 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 منها، ما مشتهاش. هي الحاجات دي احنا ما نقدرش نغير الاستريس، الاستريس موجود في كل وقت. لكن انا عايز اغيرك انت، عايز اغير طريقه تفكيرك، ازاي انك انت تقدر تعمل تهندل الامور دي كلها وتقدر تبقى ادبتد معاها وتبقى متكيف معاها وتقدر تغيرها للاحسن عشان تبقى جزء من طاقتك الايجابيه اللي تخليك قادر على ذلك. طيب القلب اللي بيسيطر علينا اكتر ولا العقل؟ سؤال بقى بس نجاوب بصراحه في المرحله بتاعتكم دلوقتي، القلب ولا العقل ولا العين؟ هي مرتبطه برضه بالموضوع ده بتاعك. انا حبيت نتكلم كده يعني، انا بقى يعني ناخد وقتنا ولو عايزين نقول اي حاجه تحت الموضوع مش مشكله. ايه مش عارفين مسيطر عليكم اكتر ايه؟ يعني لو اقول ايه؟ لو هتختاري تدرسي علاج طبيعي، بلاش اقول لك هتحبي. لو هتختاري تدرسي علاج طبيعي، اخترت علاج طبيعي عشان انت حابه مهنه العلاج الطبيعي، وان قريبتك ومش عارف مين وماما وبابا عملوا شكل من اشكال انك بقيتي قبل مفهوم العلاج الطبيعي من غير حتى ما تعرفي الديتيلز بتاعته ايه، او انت هتشتغلي في ايه، او التفاصيل بتاعته ايه، ومهنتك هتكون ايه، ولا انت حابه مجال الشغل ده عشان انت فكرتي وشفتي نماذج قبل منك وعارفه طبيعه الدراسه وعارفه طبيعه الجامعه وجايه وحابه ده بالفعل، او واخده القرار المعرفي الذهني من البدايه قبل ما يكون فيه ميل او عاطفه ناحيه الحاجه المعينه. ده انا بتكلم في مهنه. احنا حياتنا اليومية ماشية بالطريقة دي، احنا طول الوقت في حالة عركة بالبلدي كده بين العقل والعاطفة. هعمل ده وانا مقتنعة بيه ولا هعمله عشان انا حباه؟ تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو بيخلي ده الصراع بيننا وبين الاهل والناس اللي حوالينا والمجتمع. هل انا متوافق على المستوى الشخصي؟ ولا متوافق على المستوى الاجتماعي؟ دي حته برضه لازم افكر فيها. اللي انا بعمله ده راضيني وحب وانا حابه وبسطني ايا كان بقى، ماشي على هوايا، على مزاجي، وفقا لمشاعري، وفقا ولا انا ببص للرولز والمعايير والمجتمع والتقاليد والقانون والدين والاخلاق والتربيه والثقافه وكل حاجه حتى في الاعتبار، عشان كده باخد قراراتي وفقا لهذا الامر. غالبا اول حاجه بتتاذي في المشاعر هي او ان انا الاقي نفسي لما بتعرض لموقف فشل وتجارب كتير، اقول ده ليه؟ لان يمكن ده طبيعه شغلانه كل يوم. بنلاقي ان ممكن مشكلات اكاديميه بتاعتكم او قرارات تتعلق بالشغل حتى بعد كده او قرارات مصيريه في الحياه تكون
متأثرة بشكل كبير جدا جدا بمشاكل انفعالية احنا مرينا بيها قبل كده. فكرة أهلي عني شايفيني وحشة يا دكتور، دايما يقولوا لي انا ما بقدرش اعمل حاجة ومش هنجح في حاجة، وهم كل همهم يدوني فلوس بس في النهاية مش مدركين، مش داخلين جوايا ومش عارفين انا بفكر فيه ومش حاسس بيه، محدش بيحس بيا، دي مشاعر. تمام؟ جيت سنة أولى كلية وتانية كلية وتالتة كلية ودخلت في علاقات ما كنتش مجهز نفسي نفسيا إن أنا أخشها. عرفت إن في حاجة اسمها حب وعواطف ومش عارف إيه، فدخلت في علاقات رومانسية وحاجات من هذا القبيل، وهي أصلا علميا أنت لسه لم ترتقي بعد وفقا للدراسات العلمية. أنت بتقعد لحد 21 22 23 سنة، يعني اللي هي نهاية مرحلة المراهقة، وانت مش مدرك ان انت لسه ما تعرفش تاخد قرار عاطفي، فبتيجي تلاقي خبرات سلبية بتأذي المشاعر، وممكن تكون معوقات من ضمن المعوقات اللي هي بتحصل معانا، ونيجي نقول احنا اتأذينا، احنا اتكسرنا، احنا اصل جرحنا، اصل مش عارف ايه، وبعدين مش عارفين ان احنا نتكيف، مش عارفين نكمل، مش عارفين نشوف دراستنا، ونعلق شماعات على المشاكل اللي احنا مسؤولين عنها، لان احنا ما خدناش القرار بالتوازن بين العاطفه والقرار المنطقي اللي انا ممكن اخده بعقلي واشوف هينفع ولا مش هينفع. ده بيحصل امتى؟ بيحصل مع الارتقاء العمري بتاعنا في مرحله رابعه خمسه جامعه، او يعني المراحل النهائيه من الجامعه، الواحد بيكون مر بخبرات اكتر وشاف ظروف حياتيه اكتر وشاف تجارب الاخرين، ويقدر في الحاله دي يقرر بالفعل القرار، سواء كان نابع من القلب او نابع من العقل، يكون قرار منطقي وصائب الى حد كبير. طيب افترضنا ان ده حصل وبرضه اتعرضنا لاذى، مشاعر خزي او مشاعر رفض او مشاعر خذلان او الى اخره، ده بيأثر على حاجه مهمه جدا جدا هي تمثل جهاز المناعه بتاعنا، اللي هي تقدير الذاتي. انا لو حسيت ان انا قليل دنيتي هتبوظ. كل واحد فينا كده، كل واحد دايما لازم يبقى واعي بنفسه. يعني ايه سيلف اويرنس اللي هي قالها دكتور حازم، اللي هي انا عارف مهاراتي وعارف امكانياتي وعارف قدراتي وعارف كل حاجه عني، خصائصي وكل حاجه في الشخصيه دي كلها عامل مسؤوله عن ان انا اكمل ولا لا. الوعي بالذات اللي هو بيخليني ماسك المسطره بتاع تقدير الذات لا تزيد ولا تقل، لان لو زادت تقدير الذات زاد هبقى نرجسي وبارانويد بيرسوناليتي وشغلانه ثانيه هتبقى مشكله كبيره جدا. لو قلت هخش في مرحله سيئه جدا جدا ديبريشن، وانا ما عنديش طاقه، انا مش قادر، انا بقول الناس بصالي بصه وحشه، كل ده مفهوم ذات سلبي. تمام؟ لكن المفروض ابقى عامل شكل من اشكال التوازن، ماسك المسطره في النص بالظبط، بتزيد بتقل احيانا على حسب الظروف وعلى حسب المواقف ومع اختلاف الناس واختلاف المعاملات. لان ممكن واحد يجي يقول لي يا دكتور نبغى انت حد كويس جدا في حته معينه، هو بيجاملني، فانا عشان عندي تقدير لذاتي طبيعي وسوي اقول له شكرا، بس انا لما اقول له شكرا مش هبقى فرحان قوي انه قال لي كده. ليه؟ لان انا مدرك امكانياتي وعارف ان هو بيجاملني وعارف ان هو بيقول لي حاجه مش فيا اصلا. تمام؟ فدي مساله مهمه جدا جدا. واحد تاني ما بيحبنيش قوي يجي يقول لي والله بص انا شايفك حد متكبر ومتعالي وبتتعامل مع الناس معرفه ومش عارف ايه. اقول له شكرا. برضه نفس الطريقه في المعامله هي ليه؟ مش همسك في خناقه. انا كل الحكايه ان انا فاهم نفسي. فانا هقول له شكرا بس انا مدرك تماما ان انا مش زي ما قال. خلاص؟ هو ده تقدير الذات المظبوط. احنا بتجينا مشاكل تيجي مثلا بنت او ولد او دكتور او دكتوره منكم يعني. اصل زمايلي بيبصوا لي دكتور كذا انا مش عارف اتكيف في السكن مش عارف اقعد، يقولوا لي ماما في البيت كمان هي اكتر واحده عارفاني وعارفه وبتحقر مني وبتقول لي انت مش فالحه وانت. واحيانا بيبقى الموضوع مرتبط بيه السيلف كونسبت كله، مفهوم الذات بقى سواء كان جسد او الذات الريال سيلف بتاعتي او السوشيال سيلف بتاعتي او الايديال سيلف بتاعتي كمان، الذات المثاليه اللي انا بتمناها. ما احنا مش عارفين احنا عايشين بايه؟ هو احنا عايشين بالذات المثاليه اللي بنتمناها ولا عايشين بالذات الواقعيه اللي احنا بنتصرف من خلالها فعلا مع الناس؟
كتير مننا جدا بيمشي بالطريقه المزيفه. هو حقيقته ايه؟ هو طبيعته ايه؟ هو تركيبته النفسيه ايه؟ هي دي الذات اللي بنسميها احنا عمليه الصرف بتاعتك، الذات الواقعيه بتاعتك، تصرفاتك الحقيقيه اللي بتعكس شخصيتك الحقيقيه. فدايما بقول لاي حد خليك كده، خليك حقيقي زي ما انت، ما تزيفش، لكن تمنى من باب الوشز والامنيات انك تصل الى الايديال سيلف اللي هي الذات الانسانيه. وليكن هتحاول هتبقى احسن لانها هتدي لك دفعات قويه جدا للنجاح زي ما قال دكتور حازم. تمام؟ لكن برضه حط في اعتبارك السوشيال سيلف بتاعتك، تصرفاتك مع الناس، رايها. راعي ان الناس هتنتقد سلوكيات معينه لو كانت هذه السلوكيات مستهجنه من ثقافه المجتمع اللي انت موجود فيه. ودي حته مهمه لاني انا مش هعيش لوحدي، انا عايش وسط ناس، ما ينفعش ابقى في جامعه واتصرف تصرفات لطريق او الى اخره لطريق المكان اللي انا موجود فيه. يبقى انا هنا ممكن ابقى عملت حاجه عجباني لكن مش متسقه مع المعايير الاجتماعيه اللي بتخلينا نعمل ده. فاول اذى نفسي بيجينا من العلاقات السامه دي او من المشاكل اللي فيها حد فيها تنمر او فيها هجر او فيها درك او فيها فشل، او ان انا ممكن مفهومي او تقديري لذاتي يقل، ولو قل زي ما قلنا هتبقى مشكله، هخش في مشاكل نفسيه خطيره جدا. ولو مع الوقت انا ضخمت ده زياده عن اللزوم برضه هخش في مشاكل، وبالتالي الموضوع صعب جدا. الحاجه الثانيه عشان ما اطولش عليكم، هي احنا دايما بنعمل حاجه اسمها الانر دايلوج او الحوار الشخصي اللي جوانا. احنا كلنا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم من جوه، كلنا بنعمل حوار شخصي واحنا قاعدين بنتكلم نفسنا. احنا مش مجانين يعني، مش بنتكلم نفسنا احنا مجانين، لا هو كده. انت بساعة ما تقوم من النوم بتسال نفسك كام بسيط دلوقتي، هعمل ايه؟ هصلي؟ هفطر؟ بص هكلم مين؟ همشي الساعه كام؟ هقابل مين؟ هعمل ايه النهارده؟ ده حوار داير جواك، انر دايلوج، حوار داخلي. كل ما كانت حواراتك الداخليه او حديثك لنفسك حديث ايجابي وبيدي لك طاقه ايجابيه وكله تفاؤل ورؤيه ايجابيه للحياه، كل ما كنت قادر على التكيف مع كل الظروف الصعبه اللي انت بتتعرض لها وشايف نفسك في صورتك الحقيقيه. وهيحسن من مستوى الصحه النفسيه بتاعتك، ومش هيخليك تخش في حته السيلف بليم او الشعور بالذنب، مع ان الشعور بالذنب حاجه جميله جدا. عشان بس الناس بتغلط في المفاهيم. يقول لك يا دكتور انا طول الوقت بلوم نفسي، بلوم نفسي. هو ايه مش عيب؟ طبيعي جدا، ده حقك. ومن باب ال بنسميها احنا الشفافيه مع النفس او التصالح مع النفس، انك تيجي في اخر اليوم وتلوم نفسك على افعالك الخاطئه. وانت لو مشيت كده اعتباطا يبقى انت مش هتصوب من مسارك. ما احنا مفيش، مش ملائكه ولا الناجحين ولا الناس النماذج قوي اللي احنا شايفينها في المجتمع، واو دي نماذج ناجحه بالمعنى الحقيقي زي ما بقول. لو كل واحد عمل ريسيرتيشن جوه نفسه. الدكتور حازم قال حته مهمه جدا، قال بالرغم من كل النجاح اللي انا ناجحه ده كله، انا حاسس من جوايا ان انا ما عملتش حاجه. هو احساس الشخصي ده ايجابي بقى، لانه بيدفعه لقدام. هو طول الوقت لو صدق نفسه بوصل للقمه مش هيعمل حاجه. تمام؟ يبقى الحوار السلبي ده ممنوع، زائد ان انا الوم نفسي في الاوقات التي تستحق اللوم والمحاسبه فقط لا غير. لكن ما بقاش طول الوقت بعمل ده تعميم على كل حاجه واحمل نفسي ما لا اطيق. يعني ممكن ما تبقاش اسبابي، حاجه خارجه عن ارادتي، حاجه قدريه، حاجه حقيقيه فعلا وانا لازم اعترف بوجودها. ما اقعدش بقى طول الوقت سيلف بليم سيلف بليم سيلف بليم. خلاص وانا كده هصل الى درجه من درجات الانعزاليه، وان انا مش هبقى عارف اتعامل مع الناس، وشايف نفسي في صوره فيها انفيريورتي او بيسموها الدونيه او شعور بالنقص، طول الوقت اقل من غيري، وبالتالي هحس دايما بالفشل. في النهايه عشان ما اطولش عليكم، احنا محتاجين لاول نعمل اسعافات نفسيه لو لنفسنا. انا ماشي كده ورجلي اتلوت وانا ماشي على السلم، طيب وجيت طالع السلم الثاني ده رحت وقعت كعبلت رجلي اتكسرت. الاول اللاويه دي اقدر انا اتعامل معاها ولا ما اقدرش اتعامل معاها؟ انا كشخص بسيطه، الندبه البسيطه دي اقدر اتعامل معاها كشخص؟ اقدر اتعامل معاها انا كشخص، او اشوف حد من محيطيني يساعدني يقومني يعدل رجلي واقوم امشي عادي جدا. لكن لو اتكسرت لازم اروح لدكتور متخصص
بتاع جراحة عظام وبعد كده علاج طبيعي وحاجات بتاعتكم دي كلها عشان خاطر أتعالج صح. هو ده اللي أنا بقوله، لو عندك مشاكل نفسية خفيفة تقدر تحلها مع نفسك، اعمل دعم لنفسك، غير من أسلوب حياتك، غير من طريقة تفكيرك، غير من سمات شخصيتك السلبية بقدر الإمكان. هي بتاخد جهد، بتاخد وقت، خليك دايما بتفكر بالإيجابية، حط السمات الإيجابية في الشخصية قدامك طول الوقت إنك أنت تبقى جزء في تركيبتك. وبعدين لو لقيت بقى القدرات دي بتكبر، ما ينفعش انك انت تفتي، لا لازم ترجع للمتخصص عشان يساعدك في حل مشاكلك. بالنهايه بشكركم وانا بعبر عن حبكم كلكم، شكرا.